لا أتأخر لا أتأخر لا ديفيرونس لا أتأخر ماشي لا أتأخر لا أتأخر فؤاد. السلام عليكم خياتي اعزائي الفلاح، كنت نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الف صلاه وسلام. اعزائي الفلاح كنت تحداي، مرحبا سي طرشينو، مرحبا سيدي هلال، مرحبا سيدي ديانان، اكني كنت قرا يا الفيكلت اكنت سولف في فيديو كنت ديال لا فيديو سي ديفيكولتي وكتفنت لي ماما ما صحفظتي والو وسط زعما فؤاد لا كاتاستروف سورتو دي تعرف وتفهروا مسكين مش هتفهم ليسونسيال تفهم تدي حدا لا فيديو ما تقال ان شاء الله هاتي وديال الخطا كنت ان شاء الله هكون تعجب ان شاء الله هكون تخدم شي طوح الكوراج ما مكون مثي اتكلم فتخدم فيك شي طوح نشغل تكلم ماشي شغل على كل حد هذه حدا باك كنت اش تبغي من سي باك كنت دي وصل راس تاع حدا المسكوتشو بلا في ملالين التسكيده تاع حدا تخالف اش كي تضطب تخرج في التمام في كلش اين كنت هو نوكلي ليسونسييل كنت ادن كراسي في ملاليني اكن نظام في ملالين لحقنت 43000 44000 بلاطو هذه حدا اكني سينون وزارة ما دي لكن ني كبير في تر وانت نعشو تخساره كين ليسونسييل اردي في كاربين الهن ايه سوف صار بفلان هذا يجنز ما دني اذا خياتي بالنسبه للروتين تاع اليوم راح نعطيكم هكذا روتين المسائي وكما بديت لكم الفيديو بلي ديفيكولتي اللي تلقاها كاع لي مامو كيجيو يحفظوا لولادهم ليسونسييل انا فؤاد كارثه في اللغه العربيه مسكين ملي بدا من لاكريش هو بدا مع الفرنسيه صافي ما بداوش بالعربيه ودركا راني نلقى معاه دي ديفيكولتي كي نجي نقريه كي نجي نحفظ له ليسونسييل خليكم معايا وما تروحوش بعيد راح نعطيكم وصفه هايله تاع مسكوتشو بدون بيض تجي خفيفه خياتي تجي البنه تاعها رائعه كلشي بغيتوه مليح راح في هذه الكعكه اذا نخليكم معايا حتى الاخر كما قلت لكم ان شاء الله راحين تستفادوا معنا كما قلت لكم البيض راه طالع لواحد الدرجه ما تصورهاش سورتو انايا كي حلواجيه نلقى هكذا صعوبات كيفاش نلقى لي بري تاع لي كاطو تاعي وكيفاش نخليوهم هكذاك ما رانيش رابحه فيهم نزيد لهم مسكين الكليون ما راحش يلقى راحته ليسونسييل اللي راني وعلى بالي كامل الحلوه ديال طرح يلقاو هاد الامر صعيب جدا ومام الامهات على بالكم الكوتي نسحقوا كامل موسكوتشو نسحقوا كامل هكذا وصفه يديوها الاطفال تاعنا للمسيد بصح تلقاوهم كاع نلقاوهم كامل بالبيض الوغ اليوم جبت لكم وصفه تجي رائعه جربوها خياتي فقط وما تنساونيش بدعوه الخير هذا ما كان كيما نقول لكم كل خطا ما تنساونيش ثاني باللايك والكومونتير اللي طلع المورال ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش وشنو ثاني هذا مكان ان شاء الله راح تستفادوا كيما راكم تشوفوا خياتي روتين هذا العشيه راني بديتو هكذا جبت شويه خضر وراني نسقم فيهم على بالكم الطريقه تاعي هي نفسها في كل خطره واش نقول لكم مام اسعى الخضره خياتي لقيتهم طالعين عندي مده ما خرجتش باش نقضي بصح هذه الخطره كي خرجت لقيت السومه تاعها طالع واش نقول لكم ربي قدرنا هذا المكان اكني كنت نعرف هذا اذا جيني قدر دوك شطح الخضره ومام الخضره تاع حدايا توفي زرا بلاش حاجه قسمته في مي دي ماجيني راه شغل ماشي كي ديقطون دار كيزو ديقطون دي قلت اجي مي فرغ دي ما قد لم يعد نقضوا في حدايا يوفي توفي دي طفل بيقول هنا كي شدني بالنسبه للعشا خياتي راح نطيب لهم هكذا طبق خفيف فقط بدون لحم راح ندير لهم شويه سلطه شويه فلفل هكذا بالطماطيش كما شفتوا جبت طماطيش روعه تشهي صافي خلطه راح ندير لهم شويه طماطم بيان سور كان عندي مطلوع سي بوسا حبيت نديرهم هكذا عشاء خفيف وناكلوا به على بالكم المطلوع يحب
كيفاش نقولها كيفاش نقولوا الفلفل بالطماطم، ولا تكتوكه تاع الفلفل الحار يجي ايه بالاسونسيال. هذا هو عشانا مع شويه فريت شويه سلطه، جا العشاء خفيف وظريف كما قلت لكم. هذا واش نقدر ندير كي نكون خدام على بالكم الروتينات تاعي، راني نمدها لكم بكل مصداقيه ونحاول نشاركها معكم هكذا بكل مصداقيه. هذا مكان اكني كنت نعطي حدا اي مسيخ في ماضي كي لي سيرش طح تمثون تناورم الخسي يمكن سنقار نكوني ناس تخدم اكيد ولا مثل بعض الخضار تاع جداد ناس تخدم شطح ان شاء الله كي يجي لافا في تخدم غد شطح اللي فريت اكو شطح نشكتو كاني في الفلادي حدا يتسقع رحن تفاد خوج تزعم في نكوني سلاق بيت مسته في فلق رحن اكو دور مول خسي نا تمثون صافي نيغس هذا من سنين عاتي هذه هاي لك خياتي. العشاء تاعنا جاز خفيف وظريف والبنة تاعو ولا أروع، ربي دومها نعمة علينا وعليكم بإذن الله. كني كنت نعاتي حذي اتيذو ربي إن شاء الله هاور نحفة ونلازم كي قانت معارين ذي قادنيني أكيد ظامث كل شيء يوفيك صافي أنسي أمكان سلحو كاني منا سلاقت. وهنا خياتي بعد ما تعشينا والحمد لله قبل ما نروح نوصل المعينة تاعي راح ندير لهم كيكة هكذا ولا موسكوتشو وخفيف وظريف. دروك راح نعطيكم الوصفة تاعو إن شاء الله أنتم تاني راح تجربوها. بيان سور نحطو في الفول ونطوندو أنا نصل معنا على خاطر هو يشد مدة هكذا طويلة شوية، قيس نص ساعة في الفول صافي نخليه يطيب على عرضو. خليكم مع الوصفة. هسكي هذي حذاي كنت تفكا لاجسة موسكوتشو اش كيزيد حذاي بلاتي من لدين تسكيت تخفيف تزيد تخرج في تحتي سيم سيت كان متقدا مثال. اذا خياتي راح نعطيكم وصفة تاع موسكوتشو بدون بيض يجي هايل وخفيف وهش سيوه برك وما راحش تندمو باذن الله. كما على بالكم اسعار البيضة راهي طالعة 44 للبلاطو ما على باليش انا واش راه صغري بصح ليزونسي راح نعطيكم وصفه خفيفه تجي فور سيو هافك. كني كنت نعدي عليك نظام في اسمي في ملاجي نفيد صافي قد نخدم ولا نكوني اين ساعات ملاجي نسعى سن الكيسان الفارينة هذي حذاي خياتي راح نسحق زوج كيسان الفارينة بيان سور راح نغرب الكلش بهذه الطريقة على بالكم رانا في الصيف ونسي جامي يكونوا هكذا اشياء ما راحينش نحبوها في البسكوت تاعنا. راح نزيد نص كاس تاع كاكاو خياتي اختاروا كاكاو اللي تكون الريحه تاعو مليحه. انا ما نحبش هذاك الكاكاو المر الاسود اللي تجي فيه الريحه ما على باليش انا كيفاش تجي ما تعجبنيش. راح نزيد هذا نص كاس تاع الكاكاو كي كنت نعطي حدا هذا نوع نفس كاس الكاكاو مسكوت شي كي حدا يسهل ماضي ماضي بيان سور كل متي اختيار مثل اختيار مثل كاكاو نيك زيدون اختيار مثل كاكاو ني ماشي وين زيدون شغل وينك ساعه الفنا ماشي ماشي لي سونسيال لي ساعه لا كولور فوالا ديجا كي فاك تدي اسنو نفس الكاس السكر راح نزيد نص كاس تاع السكر خياتي ستر هذه حتى نفس الكاس من السكر اسامو سنين لا ليفور خياتي راح نزيد زوج كيسان تاع الخميره قلت لكم غربلو كلش سهله جدا بدون باتور بدون خفق بدون والو سي جوست خلطوها بهذه الطريقه كي كنت ناتي حدا ورت حوجه الباتور ورت حوجه والو هذا اسخضا كلشي حدا هكا. الأول خياتي راح نخلط كلش بهذه الطريقة راح نزيد نص كاس تاع الزيت أنا و سيدي حدايا نفس الكاس من الزيت هذا
بيان سور انتوما استخدموا لي زاغوم اللي بغيتوها، تعرفوني نموت على لاروم تاع الزبده. هاي ليك كي كنت ناتي حدا هزار فين كنت نسيتها في لاروم بوذي كي متحملها ما نسات الصح لا وذي غير تولي مثلاش صافا. هنا اختياري الا حبيتو تزيدو هادو لي زاغوم زيدوها، الا بغيتو تخليو النكهه تاع الكاكاو خلو النكهه تاع الكاكاو. راح نزيد زوج كيسان تاع الحليب اسناتي حداي سين الكيسان كيفكي بيان سور كيفكيني وسلام ثاني ربي نفريجي ديغيار خياتي. بالنسبه للحليب ما نديروش الحليب تاع الفريجيدير، نحيوه من الفريجيدير ما يكونش بارد زعما ما قلتش سخنوه ما يكونش بارد ليسونسيال ما يكونش بارد. بيان سور الفرن تاعي راني شعلته من قبل، راح نجي نخلط الخليط تاعي بهذه الطريقه. كي كنت نعطي حداه اتسخرضت اش نخدمو يا حلوه راني كنت سخرضت هذا هذا مشي غادي يدير هاي ليك الخليط تاعي خياتي. المول تاعي بيان سور دهنتو بالزيت والفرينه، المول اللي واتي حدايا كي تولي دهناه بالزيت هاكا والفرينه، عدسه، هاد السميره، حلوة بنينو، فوالا، راح نفرغ الخليط تاعي خياتي بهاد الطريقة، جابو برك الوصفة خياتي، راح تكون النتيجة مبهرة ورائعة بإذن الله. راح نديرو في الفرن على درجة حرارة 170 درجة، نشعلو برك من التحت ونخليه يطيب على أقل من مهلو، قيس نص ساعة هكذاك على بالكم كي يكون الفرن كيفاش نقولكم تنقسيلو راح يطيب برك على عرضو ويطيب من زوج جوايه. كي كنت نعطي حدايا يسبو مسف في 170 درجة، خدمة 170 درجة، نعطيني كساعة على لا تومبيراتور كالفوريس، أسنقص، نقص مليح وفرنو تجمثت أتسب كنس الغرض، ميت باطي حدايا دو لاغور. تسناتي حدايا أمشي دفا، موسكوتشو هاي ليك خياتي كيفاش خرجت الموسكوتشو تاعي خرجت، رائعة جدا. درك راح نشوفوها اي اللي طابت للداخل من الداخل. بيان سور انا خليتها اكثر من نص ساعه، قيسها هكذاك 45 دقيقه خياتي كي تحت تجي خص واحد 45 دقيقه. هات شوفوا النتيجه عفوا هنا خياتي بالنسبه للشوكولاته تاعي بيان سور زدت عليها شويه حليب وخليتها تذوب بهذه الطريقه. كي كنت نعطي هذه ذي جيت فاصلة اللي طابت الشوكولا أنا شطح كيف كي أحس سميرة وكسوفلا أكيد تفكي البنة هذه أشكيت يعني تفكي أدفع شغج حبت يدينا شغل تخدم على الداخل شغل تسوى داخل فعلا لقيني أتفضو حياتي راح نجي نقسم الموسكوتشو تاعي باش تتشرب لي مليح مليح. بيان سور قبل ما نشربها راح نعطيكم راح نوريكم نعطيكم لو كان غير كنتو قدامي نعطيكم تذوقوا من البنه تاعها. كي كنت نعطي حد يكون خاص الزيت يتلم تواجه مثل البنه نسيتي حدا حتى المزيد تحمل فلا حتى تاتي حدا ولا مثل مش خفيف. شوفوا خيات الخفه تاعها رائعه، جربوها فقط ورجعوا لي بالخبر. كما قلت لكم راح نقطعها ومن بعد راح نفرغ عليها الشوكولاتة تاعي باش تتشرب لي مليح مليح. كي كنت نعطي حدايا شغل تيز معاك بيان باش يكون السميرة الشوكولاني يسوى كذا غنى داخل. قلت لكم خياتي الخفة تاعها رائعة، شوفوا كيفاش راهي تتفتت روعة. كي كنت ذاقيني السميرة كيقيني باش يكون يسوى في حدايا باش يكون سوت ولا فهمتي كي كنت تيز معاك السوق هذا خرجت تفضلت حدايا تخالفت سيمتي كان وتقود مثال ولا مثلا مشيت تشمو كذا ولا شوفوا خياتي كيفاش
الشوكولاته تاعي راهي تدخل للداخل. شوفوا بلا ما ما على باش كيفاش نقول لكم اكزاكتومون. المهم هذا الموسكوتشو مليح بالبزاف للاخوات اللي عندهم ولا الاخوه اللي عندهم هكذا اليرجي للبيض ولا الاطفال بيان سور. كني كنت نير موسكوتشو لقيت حدا يجي مليح مليح في ذيك يسعى على الاليرجيه تاع الملاجين ناخذ في قضيه تيرين تيرا وتحبين تيرا على الكومي تاع الملاجين سداخج الحاجه هاك نظام موسكوتشو هاك المي هو خمس خدمه اسمي سوينا يعني ما كنت قاع اسم سوينا زعما دي ريبوندي سور بلاس لا فاني ناشو توجور دي فوا سوري كي قال حتى ملاجم ولا مسيتي حدا يمشي سوا وكلي. شوفوا خياتي كيفاش تشربت كامل الخليط هذاك اللي درتو من الفوق بيان سور على خاطر مازالها سخونه والخليط تاعي الثاني مازالو سخون ماشي سخون سخون درجه العاليه يعني كامل سخون شويه. وهنا طريقة التزيين زينوها كيما بغيتو خياتي طريقة الديكور من الفوق زينوها كيما حبيتو على خاطر على بالكم احنا راح نديوها برك هكذا قوتي ولا القهوة ولا المهم حاجة خفيفة برك انتما زينوها على حسب الرغبة تاعكم. انا عندي شوية لوز ايفيلي راح نديرو من الفوق كي كنت ناتي هذا يكسر شطح اللوز ايفيلي اللي تخدم معاك السفله. نتوما تقدروا ديروا نواة كوكو تقدروا ديروا هكذا فوتات تاع ماشي فوتات تاع الشوكولاته فوالا طلبوا شويه شوكولاته وديروها من الفوق ليسونسييل تزيين كيما حبيتوا. قلت لكم انا متوفر عندي هكذا شويه لوز ايفيلي راح نديروا من الفوق فوالا هاي ليك النتيجه خياتي راح نوريها لكم عن قرب. هات انا في حدايا مشيت تصفات صفات اشكيت سيم سيت كان حدايا كي كنت انا ان شاء الله تندم عليا فيها انا كنت ديز مامور صافي هذيك الساعه تبسيط اتوالي تمشي ديف. شوفوا خياتي كيفاش راهي جايه مشربه من الداخل الله الله واجي مشيت حدايا مشيت تصفات سوا كو داخل الله الله جربوها خياتي ان شاء الله ما راحينش تندموا وراحين تدعوني بدعوه الخير باذن الله. الى هنا خياتي لحقنا لا فان تاع لا فيديو ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم واستفدتوا منه ولو القليل الى فيديو اخر باذن الله. هي كاعتي حدايا كنت ديني اول كي كنت تمام في غامي كي كنت مرحمه ارثي ملي لي في لا فيديو ديستون ان شاء الله ان شاء الله لا فيديو بساكي سفيدين بديس ولا شي طح ما تعجبك كنت تسيم فلكن سجم اكو كومونتير عليه اكني كنت قرايه لتكلتك كنت ديني ارثي ملي باي باي.